شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة تولا ييربولا سفيرة فنلندا بالقاهرة شهد حفل تدشين مجلس الأعمال المصري الفنلندي الجديد الذي عقد بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة. يهدف المجلس إلى زيادة سبل التعاون وتنشيط التجارة والاستثمارات بين البلدين. على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفنلندا، دشنت اليوم السفارة الفنلندية بالقاهرة أول مجلس للأعمال المصرية الفنلندية والمناط به تنظيم الاتصالات بين شركات الأعمال للبلدين. إن أهم أسباب إقامة مجلس الأعمال المصري الفنلندي إن الوقت قد حان للتوسع في العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، فنحن على ثقة بأن الحالة الاقتصادية في مصر ستنتعش في المستقبل، وسيلعب مجلس الأعمال دور التنسيق بين الشركات الفنلندية والمصرية لزيادة حجم التبادل الاقتصادي. سيوفر مجلس الأعمال الفرص لزيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا، حيث وسعت فنلندا في الأعوام الأخيرة مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. احنا كنا بادئين بتعاون حكومي في بعض المجالات، ودلوقتي بناخد هذا التعاون إلى مجال أوسع وأكبر، وهو في النهاية جذب استثمارات أجنبية، إيجاد فرص لشركاتنا، وفي نفس الوقت إن مصر بموقعها جغرافي ورياداتها في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي هي هتبقى مركز النهاردة الإشعاع على أفريقيا كلها. وتعد فنلندا الشريك التجاري العاشر لمصر من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة ساعدت في التغلب على التحديات المشتركة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. هذه فرصة متميزة لتوثيق التبادل التجاري الفنلندي مع القطاع العام والخاص، ونحن على ثقة بأن الاقتصاد المصري سيزدهر في المستقبل وأن مصر تمتلك المقومات لذلك. مجلس الأعمال المصري الفنلندي هو أداة جديدة للتعاون وتنشيط التجارة بين البلدين، حيث أنه سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات والتحديات المشتركة لتعزيز الروابط التجارية بين الشركات المصرية والفنلندية. هنا نحال للتلفزيون المصري.